السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة سمارت هوم. في هذه الحلقة سوف نعرض عليكم جهاز جديد من سامسونج لسنة 2021. حجم هذا الجهاز هو 43 بوصة من الفئة التاسعة. الرقم التسلسلي لهذا الجهاز هو IU9000. إذن لمعرفة المزيد حول هذا الجهاز لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. إذن على بركة الله سوف نقوم بفتح العلبة. إذن أصدقائي عند فتحكم لهذه العلبة سوف تجدون مجموعة من المرفقات. أولا هنالك دليل التركيب الذي يساعدك على تركيب الجهاز ودليل المستخدم وأوراق الضمان، بالإضافة إلى المنصتين والغطاء الذي يغطي المنصتين، وأخيرا هنالك كابل التشغيل، البطاريات، وجهاز التحكم من سامسونج بميزة المساعد الصوتي بيكسبي. إذن أصدقائي من أجل تركيب المنصة فهي عملية سهلة جدا، كل ما عليك أن تقوم به هو دفع المنصة داخل الجهاز. إذن كما ترون فهي عملية سهلة وسلسة. وأخيرا أصدقائي يمكنكم إضافة هذا الغطاء بهذا الشكل، تقومون بدمجه مع المنصة وتدفعون إلى فوق. إذن هذا هو الشكل النهائي لهذا الجهاز. إذن كما ترون أصدقائي فتصميم الجهاز جميل وأنيق وجد جد معاصر، فهو لا يحتوي على حواف من ثلاثة جهات، من جهة اليمين ومن جهة اليسار والشريط العلوي للجهاز. أسفل الجهاز سوف تجدون شريط أسود، وأقصى جهة اليمين سوف تجدون شعار سامسونج. أسفل شعار سامسونج سوف تجدون زر التشغيل والإطفاء. إذن كما ترون أصدقائي هذا هو تصميم التلفاز من الجهة الخلفية. أصدقائي كما ترون فتصميم الجهاز من الجانب فهو رقيق جدا ونحيف، فسامسونج تطلق على هذا التصميم بالإير سليم ديزاين. خلف الجهاز توجد منافذ الاتصال، فكما ترون هنالك منفذين USB ومنفذ الإنترنت، بالإضافة إلى ثلاث منافذ HDMI، وأخيرا هنالك منفذ الهوائي ومنفذ الصحن. إذا أصدقائي سوف نقوم بتفعيل جميع خصائص التلفاز. إذن أصدقائي أول شيء سوف نقوم بمعاينته في هذا الجهاز وهي جودة الصورة، فكما ترون فهي رائعة جدا، وذلك أن هذا الجهاز هو من فئة 4K Ultra HD TV، بالإضافة إلى أنه يتميز بمعالج من فئة Crystal 4K Processor، وهذه المعالجات هي التي تسمح للتلفاز بمعالجة الصورة وإعطائها أكثر مجال للدقة. إذن كما ترون فالجهاز جميل وجودة الصورة هنا رائعة. إذن أصدقائي سوف نقوم بمعاينة الأب ستور هنا. إذن كما ترون فالمكتبة هنا تحتوي على العديد من التطبيقات، منها اليوتيوب، نتفليكس، شاهد، سمارت بلس، وبرايم فيديو، والعديد من
التطبيقات، بالإضافة إلى أنكم يمكنكم الولوج إلى مكاتب أخرى منها فيديو، سبورتس، جيمز، لايف ستايلز، انفورميشن والعديد العديد من المكتبات التي تمنحك العديد من التطبيقات. إذا الآن سوف نذهب إلى الأمبيونت مود. هذا التطبيق أو ما يسمى بالعرض المحيطي، فهي مكتبة تمنحك العديد العديد من الخلفيات التي يمكنك دمجها مع خلفية الشاشة أو مع حائطك. إذا كما ترون هنالك العديد من المكتبات Artwork, Background Themes، وهنا About Ambient يقوم بشرح ما هو Ambient Mode. إذا سوف نقوم باختيار لنذهب إذن إلى Artwork، وسوف نقوم باختيار هذه الخلفية. إذا كما ترون فهذه واحدة من الخلفيات التي يمكنكم أن تقوموا بتحميلها. سوف نقوم بتحميل خلفية أخرى لنرى ماذا يوجد هنا. إذن كما ترون هنالك العديد من الخلفيات التي يمكنكم أن تقوموا بتحميلها. الآن سوف نذهب إلى Background Theme، وسوف نقوم باختيار لون الحائط. إذن كما ترون فالتلفاز يقوم باختيار لون الحائط، ويمكنكم أن تقوموا بمجموعة من الإضافات هنا في إطار الشاشة. إذن يمكنكم الاختيار من العديد من المكتبات، وهنالك سينماغرافي، وهي ميزة جديدة توجد فقط في أجهزة 2021. إذن سوف أقوم باختيار Fireplace، فكما ترون فهو عبارة عن فيديو لشعلة نار، وهنالك العديد من الخيارات الأخرى التي يمكنكم أن تختاروا منها هنا في مكتبة سينماغرافي. إذن أصدقائي سوف نقوم الآن باختبار ميزة جديدة تسمى بالمولتي فيو، وما تسمح لك هذه الخاصية القيام به وهو تقسيم التلفاز إلى قسمين. يمكنك أن تقوم بشبك هاتفك بالتلفاز، وفي نفس الوقت يمكنك أن تقوم بفتح أحد التطبيقات المفضلة لديك مثل اليوتيوب مثلا أو نيتفليكس، ويمكنك أن تقوم بالعمل بهما في نفس الوقت كما سوف أقوم بعملي الآن. إذن كما ترون هنالك على جهة اليسار تطبيق اليوتيوب، وعلى اليمين يمكنك أن تقوم بتصفح هاتفك مباشرة على التلفاز. إذن هذه ميزة جميلة ولطيفة من سامسونج. إذن أصدقائي الشيء الجميل في هذا الجهاز وهي أن هذه الشاشة فهي شاشة ألعاب بامتياز، وذلك أن سامسونج قامت بوضع خاصية تسمى بموشن أكسلوريتر تيربو، وهي ميزة تمنحك القدرة على دفع جميع الألعاب ما بين 60 و 120 هرتز، وذلك لحصولك على أحسن تجربة ألعاب في عالم الجيمين. إذن كما ترون فالصورة هنا سلسة ولا يوجد أي تباطؤ أو ضباب في عند التحرك بسرعة. إذن أصدقائي لقد شرفنا على نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وأن تقوموا بترك تعليقاتكم وآرائكم، وذلك من أجل تحسين هذه القناة وتشجيعها. إذا أصدقائي حياكم الله، إلى اللقاء وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.